لا 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 الله يلعن خيوجك لعين اليهود. لا والله احنا نبغى نشوف الغاليغ دبجه في اذنك. الغاليغه هي هذه الغاليغ. حياه بقعه حياه بقعه. يعني ايه يعني؟ ترجموا لي ايش يقول هذا؟ قول لي دحين انت ليه عامل كذا بالله عليك؟ حكم ولا جني؟ ما هو حكم يعني كذي يا عيال. والله التكبيس اليوم يعني عامل كذا. يعني يا عيال اعذرونا والله والله مو تكبيس انا. نيو لوك اقسم بالله مو تكبيس انا. ها نيو لوك عامل يلك صفحك الا نعم. نيو لوك ويلكم يا عبد الله. ايش نعمه يا عثمان؟ ايش نعمه يا عثمان؟ جايز الجوله ترى هذا قلبه قاسي. ايش نعمه يا عثمان؟ والله ايش نعمه. اللي عندي تعال يقولوا لي محكوم صار سوداني. اوكي حكم. ايش نورك انا والله. ها ها والله لا غرني. ها ها ستايل. إيه أنا قلت نيو لوك ستايل. ها ها أفوه يا كبدي أفوه. الحكم الأول جايز جولة. الحكم الأول تلغين إضافتي وتنديش تندروا عينك. أقول ألغي إضافتك حسستني إنك المشهور العالم. يلغي إضافتي. الحكم الثاني ما أقدر ألغي إضافتك. أوه ما أقدر ألغي إضافتك. ليش حط عينك علي يعني؟ حتى وانت سوداني حلو. يعني كيف الغي ضافتك؟ كيف الغي ضافتك؟ أيوة. لا 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 سعيد أسلمي. ليه كنت أول لما ألعب معك ما شاء الله؟ فاكر الجولة اللي لعبناها أول الشهر؟ اسمعني خلي الجولة تقعد. الحكم الأول تضيفيني في السناب. حاضر تم. ها؟ تم من عيوني. يلا دحين أثقلي شوية حس. لا لا خليني أحاول. طيب خليني أجتهد. 2024 خليني أكشف أوراقي. ما هو بسرعة كذي على طول. 2024 تعرف هذا عصر إيه؟ طيب وش اسمك انتي وش اسمك في السناب عشان ما استقبلك. انا ما احبها خفيفة. انا خلاص وليش تبغى اسمي بدل ما تستقبل. انت اعطيني سنابك ارسل لك. في, 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 في البايو السناب. طب كيف هتعرفني؟ اي واحدة اسمها سمر نستقبلها عادي. طب انت تعرف انا ايش كاتبة؟ سمر زي اسمك. سمر مو سمر. ايش سمر دي؟ سمر هذا انت اللي عامله في نفسك. وي ايش بدي يخوي سمر. سمر السمر والسهر. انا من وجهك انا من ذا البياض اللي تحبين السمر دبجه في اذنك. اوف اموت فيهم. في من انا اقصد السمر. السمر السهر يعني. لا انا لا لا ما هي طبيعيه. خلاص خلاص سمح 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 عندي. الله لا يعطيك عافيه. ولد هو يا ربي انا حظيت الضيعه. يعني انا وش اسوي دالحين؟ انا وش اسوي؟ انا يا ابوي النسوان اليوم بهن ميله بهن ميله والله ما يعدلها الا ربي. نال الله بين يديه. جني والضيعه. والله المشاعر هايجة في الوكندات يا أخي. عينهم عليك يا سعيد. والله لدريت. والله يحرمنا علي كلهن حقين الجاكو الدموات دولة. ما أحب ما أحب أنا اللي أقولها ضيفيني في السناب. طيب يلا ما أنا ما أحب كذي خفيفة. وكو
اخي ايش فيك؟ يا اخي اللي ما بعد اذنك عبد الله اللي معك ما لعب معه بعد اذنك ما شفتها والله. يلا يلا بطني، اوه يا بطني، احس معي سومه، الهب حر، احس معي سومه. هلا سعيد، عندي اتصال اخلصه وارجع لك. تسمعني؟ طيب ايه مام تمام. عندي اتصال، البنت على الخط، اخلص منها وارجع لك. طيب ها بنت، اي صديقتي مزيونه والله رهيبه. خذيها لاخوك. حبيبي والله. هاي هاي تحب يلا حبة يلا تركبك. راجعك. أنا ما علمتكم النسوان اليوم، والله ورب البيت بهن ميلة، بهن ميلة يا عرب. وش بهم اليوم؟ والله مدري، والله مدري ورب البيت. من دعا علي اليوم يا مسلمين؟ وش بنت الضيعة؟ حبابك يا مخنا. دقيقة، في واحد بوعدك بمسلسل وقال اثبت لي يا عبد الله، لعل الله يشوفني مخرج ولا يشوفني حاجة نخدم مع رجاجيل يمثلون. والله يا سعيد لو اني مخرج اقسم بالله لخليك كمبروسر انا راضي بطل الفيلم واخليك الغلاف باسمك، ورب المصحف اقسم بالله، واكتب سعيد حنش في القاهرة اسم الفيلم. الله يسعد روحك يا عبد الله. شو الاخبار؟ شفنا رباعي والله ما بالله شفتك في، شوف انت كم عندك زين. طيب اي خلنا والله نشوف حنش اشي اشي واحده هنا هي بس بها ميله عادي. بها ايش؟ بها ميله. شلون بها ميله؟ انت بالحين بتشوف، انت الحين بتشوف، يا رب انها تستقبل. اقبلي الله لا يا عيال، ادعوا لي قبل شويه معنا. ايوه يا الله الزول الزول. لا لا ما هبتي، لا اصبعي طحس، اصبعي طحس خلاص. يلا اصلا انا كنت بقول لكم لا ما اقدر العب. امزح امزح. والله انا ما اقدر العب اصلا يا سعيد. هاي خلاص بكيفك، الله يلقيك. يلا استودعتكم الله. هلا هلا هلا، خلاها تكفى. ابت يا اخي ابت والله. عليكم عبد الله عليكم. سعيد كيفكم؟ اهلا كارمن منوره، الله يسعدك يا وليه. نوركم اخبار. كيفكم؟ كيف حالك يا كارمن؟ انا تمام، انتم طيبين؟ منوره الله يسعدك. نوركم الله يسعدكم. اخبارك؟ هتلعبوا ثلاثه ولا عندكم رابع؟ ما في احد عندك كارمن؟ هي تبكي ولا تضحك؟ تضحك طيب. عمرك بسم الله عليها تبكي، ليش تبكي؟ قاعده ابكي. ماتت من زعلك، الله لا يوفقه يا شيخه. زعل سبايكي خلاني اشخمط، نخرتي نفسي وشك. دق دقاق يدق وجهه الحين، ادق عليه. والله سعيد زعلت بنتنا يا مروح. ها والله لا اخرجها من قلبك يا المنتفخ، يا اسطوانه الغاز. قزم ومنتفخ، اسطوانه غاز انت، ما انت بقى. سر خير ان شاء الله، سر خير. قول لي يا دب الباندا، ما انا ما تخليها في خاطري. قول لي يا دب الباندا، يا دب الدمعة الباندا. أنا كده مبسوطة أهي يا جماعة. ضحكت. طب ليه ما نلعب الثلاثة؟ لجل أسولف بمزاج. أبى أجيب واحدة غلة، واحدة من اسمها غلة. ميلة. سعيد صراحة ما عندك ذوق الصدق. أسمعيني شوفي هذه وبعدين أنت أعطيني رأيك. أرحب يا ميلة، تفو عليك انت يا وصخه. حكمه عليك. هاي خذ حقي والله انكم كفو. ها والله من اسمها كارمن، تعالي معايا. يلا جيت يا ماما. والله من اسمها ميله.
ما يعدلها الا ربي. يا زول لا لا منعينا من من يا جماعه كبسوا السديري السوداني يا سعيد. ها السديري السوداني هذا؟ لا هذا حقي انا اللي البسه كل يوم. والجلابيه السودانيه اشوف. ايوه ايوه جبتها من وين؟ طلبتها طلبية يعني. الله ايش الستايل الحلو ده. لا 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 ولكم تكبيس يا الربع. الله عليك يا سعيد الله. يعني شوف يعني ما هو ما هو كامل يعني في 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 يعني بلوزة وسروال فهمتي؟ والله والله اني احب اقسم بالله احب السودانيين بشكل لا ما يعني حاجة. جميل الله يسعدك يا رب. والعمة جبتها من وين؟ ها؟ العمة لحظة العمة اشتريتها ب40 ريال من وين؟ لك والله لو انها ب4000 اني لاخذها ما هي خسارة. الدبل الله يسعدك تكبيس يا الربع. افضل شخصية تمقصتها لين ذي الحين السودانية والله يا كامل. والله ما عليك صوت. هلا ميلا والله انت ظابط برضه يا سعيد. اضفتك يا عمري اقبل الفولو حبيبي ضفتك يا جماعة الدبل. وانا انا سنابي ها عبد الله حبيبي امس ضابط عليك برضه البكستن. اي والله يا جماعة خلاطة بلاطة ما في والله ضابط والله ضابط عبد الله اضفتك جندي. ليه شرف يا ميلا شرف لي وكامل اضفتك. الله يسعدك الله يسعدك عبد الله. لا لا كر من اليوم ما هي في المود. تقدرون تقفلون ليه الدبل 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 يا الربع الدبل. انت اول مره تلعب معي رباعي يا سعيد؟ لا والله سوا وش بك اليوم؟ والله ما انت بكر من اللي نعرفها عسى ما خلاف. انت انت بتعرفني في الرباعي ولا ما بتعرفني يا سعيد؟ لا لا يا سيكو سيكو وش دخل عالم المغرب؟ هيك هيك انا سوداني تعطيني عالم المغرب ليش؟ اخو نوره ليش هيك بالرقم؟ وطك تركيا هذه علم المغرب ولا؟ ايوه كامل في السعوديه ولا برا؟ لا هذه عايشه في امريكا. في امريكا الله يقويك ان شاء الله. الله سعيد من حكمك يا سعيد؟ الدوي ويلكم. لا يا جعل رزقك مطر. لا لا جوله ولا جولتين؟ لا 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 جوله واحده كل شيء مسموح. اوف اوف والله كارمن جايه بقوه. اما ترى مستواي هابط مره. امانه؟ ايش محتواك ايش؟ مستواي هابط الصراحه. الله لا يوفقك يا سعيد. ما ادري انا ما عاد اسمع زين الناس. يلا حي كارمن ايش الزين؟ حبيبي الله يحييك يا رب كيفك انت؟ والله تمام. انت الحلوه يا بطاطس الله يسعدك يا رب عمري. والله بطاطس. ميلا انت من وين؟ انا من جده. ونعم والله ما عليك سؤال. انا من مكه وسنابي في البايو يا ميلا. يا ملا انا بطاطس يا كارمن حطمتي مشاعيري حرام عليك. لا والله انا اقول للناس بطاطس تيتر مدحه عندنا صح. البطاطس مدحه. انت انت وش انت انت وش انت كيف يعني انت وش انت؟ انت يعني من يقول من وين؟ صبر من وين قصدك؟ ايوه انا من السودان يا ماما. يا لبيه بعد قلبي وعمري. من فين انت يا عبد الله؟ انا من فين انت؟ لو سمحت لا تقلد لا تقلد لا تقلد لا تقلد. من الرياض. يا لبيه بس يا لبيه غريبه كلامك مو من اهل جده انت. ما له صراحه ما له صراحه انا ترى من القصيم. ونعم ما قصيم تشتغل شكلها ممرضه في معها نعمه الله يزودها. كم راتبك بالله انت ممرضه دكتوره في الصحه؟ اقول لك يعني دخلي الشهري 5 راتب ما يتعدى. عبد هذا خوينا وراك حاط بالصوره انت. ايش بده العبد بايخه الله يسمعه. ايوه لا ايش وش العلم وشو الله خلوها كرمن قاعده تتنغف لو سمحت لا تقول. حسيتك والله تحلي شخصيتك يا رب غمض وفتح عيوني احس فوز مسافر. فوز مسافر وين افلحت كوليجا؟ اقول ورانا والله ما ادري والله طلعت فلوسها الله اكبر عليها. لا لا زين انها طلعت والله ما تحشي ما تخزن
تعرفكي على يلا احنا فزنا يا ميله وكرمن. انا عن نفسي سماحات بعد اذن عبد الله. وانا سماح والله. يا هلا الله يسعدكم ما قصرتوا. كارمن ميله تشرفت فيكم الله يسعدكم. يلا الله يسعدكم. شوفكم خير. سعيد ها تعال عزاك راس براس. انت اسمعني يا سعيد، انا في الرباعي ما بعرف اسولف، انت ما بتعرفني؟ الى متى وانا بقعد اعرفك على الناس؟ تعرفي على الناس ايش اسم؟ انا بتعرف بس بيكون جوي بيض. انا عارفه دحين جوي بيض ثنائي، يلا في الرباعي بيكون بيض ضرب الرباعي. والله ما ادري حتى استغربت كذا، البنت ساكته. لا 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 شوف يعني مثلا اذا دخلتني بينك وبين زياد امون عليكم الاثنين، بس ناس انا من جد انا الاثنين اول مره العب معاهم ما بقدر اخذ راحتي يعني كذا بكون الا شخص امون عليه مره ونادرا ما يجي رباعي اكون ماين عليهم كل ابوهم. ها هي خلاص بهواكم يعني دحين انت وتو زياد وكذا كنت امون عليكم كنت بتكلم واذا عرفت يا جماعه كبسوا. اها جبت الجلابيه من وين؟ من الصيدلية. دي ما جلابية دي على الله يا جماعة صح؟ من فين اشتريت؟ دي من الصيدلية اشتريتها. اشتريتها من الصيدلية. تستهبين انت من فين اشتريتها؟ تسوقين امها انت من فين يبيعون ملابس؟ محل ملابس. قصدي تسوق. ها من عندنا من هنا من العتيبية. سوق اسمه العتيبية؟ انا بعرف أيوة. في جدة عندهم باب شريف. ريان بخورك حبيبي يا جماعة كبسوا كبسوا خلوني أفوز عليه. عين 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 حغني له غنية وانت قوم ارقص عليها تمام؟ لا استحي على وجهك يا كرمي. ريان يا ريان استني التروبل يا ماما الله يسعدك. عين 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 الجلابية بيضة مكوية سعيد يا ما أعرف والله ما أعرف ألعب سوداني والله ما عرفت تعمل كده. يلا الجلابية بيضة مكوية زهراني بتعرف ليا الجلابية كده بس كده بس مع الطاقية حاجة ما بتخلص. بس كده بس كده لعبها بس كده بس أسوي كده يا ويلك يعني كده ورا بعض طق 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 لازم تطقها لو طقيت ما بتتزوج ثاني ولا طقيتها ما بتتزوج. يلا لحظة اسمعيني يعني على قد ما أطق يبغوني بقوة البنات يعني البنات كده لو ما طقس اسمع لو ده ما طق ما بتقعد باير. زهالي زهالي هاي يا جماعة تروبل يا جماعة تروبل هيا يلا ريان يا ريان غني يلا. طيب الجلابية بيض المكوية الزهراني بسعر كلية الجلابية كده بس كده بس انت طقطق وانا سكوري على ابراري يا ابراري ريان يا ريان ضرب ثلاثة يا اخوان يا بعد قلبي ابراري حب كبير ريان سوسو مكبر اها ولا ما شاء الله كيف طقت اعرف لها يعني اذا الموضوع فيها غلال غيلان يعني ايش اصير ايش يعني غيلان غلال غلال غلا غيلان يعني غلات باي لهجه يا جماعه السكور قريب خلونا نحكم وطولنا ما حكمنا سعيد اسمعني يا سعيد بخورك يا ريان يا عمري تاني نغني لك شنو ابغى خلي لما غناوي ابغاك تعلميني لهجه مفردات سودانيه يلا بسم الله اول ما يجيك شخص البيت ضيف قطاويك يا عمري وروحي لما يجيك أقول شخص قطعوا ايدك يا عمري وروحي قطاويك حسيت تقول قطعوا ايدك اول ما يجوا ناس طالعين من عندك من البيت ما تقوم تقول لهم باي باي وتسلم عندنا حركه بخورك يا ابراني تقوم تجي تعمل كده انت تقوم معاهم خلاص هم طالعين توصل معاهم لين باب الشارع يجي يطلعوا تقول الله يبارك فيك الله يسلمك الله يا جماعه عليك الله ما تقعد عليكم الله ما تبيتوا معانا يا جماعه عليك والله وهم خلاص انت واصل لين الباب ما تفكر خلاص لا لا ذي النفاق كده عادات وتقاليد لا والله امسك بايده ما افكه يعني والله تدينا يومين تمسكوا كده من يده وتقلعها ادينا يومين لو والله ما بترجع والله دي ما محسوب ما تقول يا زوي عليك الله دايرين شنو ياخذ كده يعني صح ما دايرين شنو حرم تقعد حرم تقعد حرم تبيت معانا حرم ما تحكم مني حرم احكم او جلدك يا جماعه
يا جماعة آخر دقيقة يلا لا تجي في السلام، لما تجي تسلم السلام عليكم كيف أخبارك الله ي... لا دقيقة كيف أخبارك ده كلام يعني. حبابك يا بكنة، حبابك يا ولية، حبابك ألف، حبابك مليار والله. وينك يا أصلي؟ مشتاقين. أصلي يعني في تجاري. مولا يا مولا يا جماعة شدوا السكور، دقيقة ما تسولف معي يا جماعة. آخر الثواني. يعني شغلت مقاطع سودانية بتعلم اللهجة، وأقسم بالله يعني كلمتين ثلاثة بالقوة يا أخي سبحان الله. جماعة آخر الثواني، آخر الثواني لهجتهم فيها 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 طعامة فيها ريان. يا جماعة ما نفوزوني، لا أمانة لا، السكور قريب. يا ربي ستر. أبراري يا أبراري، يا ربي سترك أبراري. لا أبراري يا أبرار، ريان يا ريان، سوسو يا سوسو، أمولة يا أمولة، مكبسين جيش الحلاوة. حب كبير. 7-0-7 على أبو أبوك الله يديمك. الحكم الأول قصد الدال أبو أنس فوز الزهرانية عبد الله 77 مكبسين. الحكم الأول الحكم الأول دقيقة خليني أشوفك عشان أحكمك عشان قهرني. هو يقهرك، وش سويت بك أنا؟ الحكم الأول يا سعيد، عليك كويس في عيوني، خاف مني. يلا يما 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 يا جماعة الأحكام طارت من رأسي، عايز أحكمه. الأحكام طارت، إيش أحكمه؟ يغسل وشه؟ السودانيين اللي عندي قالوا لك الحكم الأول تغسل وشه. طيب الثاني. الحكم الثاني يا سعيد، تدق على واحد من أصحابك تقول لي بوس الواوا لك الواوا، خلي الواوا يصح، لما سفت الواوا ثلت ثال الواوا بح. لايقة عليك أحس، ما تصلح اليوم. الحكم الثالث ده جاني طلب من عمار للأسف. عمار قال يا إنه يرقص رقصة سودانية يا إنه حصانة. من هو عمار؟ يا عمار ما كانت خلينا نحكم، عمار زوجي. لبى أبوك يا عمار، خلاص رقصنا الليلة بالليل نمشي شارع النيل أنا وإنت سوا. طيب في واحدة حلوة أبريك إياها، زوجينيها على طول. لا في عرضة سودانية تنفع لك. عرضة حسبتها صبية؟ لا 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 ركز على أهدافك يا أبو حنش. دقيقة، عرضة سودانية كده. طيب من بعيد كيف نشوف دحين؟ اصبري خلنا بدي اتعلمها. وش اكتب؟ عرضة. اكتب عرضة سودانية، ترى والله حلوة. مين اللي كان ضبطها؟ ضبطها زياد، حكمتها على زياد، جابها زي ما هي. ما حيعرف؟ لا احسه حيعرف. ليه سرعتها؟ جاني شو اسمها؟ لا زياد اللي ضبطها. يلا
قررت يا كرمن. اوف احلى منهم ورب المصحف. كيف قاعد تسوي كذا؟ ها ما شاء الله، كيف بتعرف تسوي كذا؟ ترى بهرت اللي عندي انا تعليمي سريع التعلم. ما شاء الله لا ضبطت احسن من الفيديو. ما فكرت تجي السودان زياره؟ عمار كاتب والله كفو ما قصر. الله يلبى ابوك يا عمار، الله يسعد روحك. طيب اسمعني، ما فكرت تجي السودان اجازه؟ ان شاء الله بعد محل. خلاص لا عاد تمدحيني، لا عاد تمدحيني، ترى بقوم ارقص مره ثانيه، دخل امك خلاص. لا لا ما ترقص ثاني، ما ترقص ثاني، حلوه مره واحده اقعد. ها اسمعني. ما فكرت تجي السودان زياره؟ والله شرف وشرف كبير لي لو اجي السودان. والله شوف دحين حال البلد الله يصلحه يا رب، ان شاء الله يا رب والامور اللي فيها تزين، بس ترى ان شاء الله لو الوضع تحسن ورجعت السودان زي اول مره تجنن، حتنبسط فيها، فيها صيد. انا فيها زمان اعمامي زمان يوم كنت صغير يعني كانوا يروحون السودان مقناص. والله كثير ترى، والله يروحون مقانيص غزلان كان صح قنص. يب اما للحين الله يلطف بحالنا. اللهم الواحد انا عن نفسي انا مخالفاتي 14 مي من هنا سدداتي كلها. عندك 14 مخالفه؟ صفا حسن كبسي وانت ساكته يا صفا حسن، كبسه سوري. اها 14000 مخالفاتك؟ 14000 ريال؟ لا 14000 ايوه اكيد ريال. طيب ليه فحطه وين؟ ما هو تفحيط. اها يعني بالدباب و يكشحني من الدباب. ابو كفرين عنده مخالفات؟ ايوه كيف تسرع يصوت تصورك الكاميرا القم. طب دقيقة نركز مع الدبل. الدبل يا جماعة قفلوه، قفلوا الدبل. انا همي مخالفاتي همها الدبل كل. قفلوا الدبل يا جماعة، قفلوا الدبل. دلة تقفل الدبل، دلة واحدة تقفل الدبل. اقول اسلمي. طيب انت دحين دوبك شاري ما باركتي لي، ما باركتي لي. ورينا. اشتريت حصان. كذاب احلف. اذكر يا الله انت واللي عندك العين حق. ما شاء الله اشتريته يا طويلة العمر والسلامة، اخذته ب 62000 ريال الحصان. الحصان يا جماعة قفل الدبل. هي الصورة دي من بنترست، من الوقفة دي، دي خيل أصيلة، الخير الأصيلة بتكون. طيب أيوة هانا اشتريتوه هانا. قالوا لك كان سددت المخالفات بالأول. هي ما الحصان ده ما حقك الصدق. إيش اسمه؟ سميتها حنش. يا جماعة السكور حرام عليكم بالله. طيب اثبت لك انه حصاني، اثبت لك انه حقي. هاي اثبت. شوف هاي شوفي شامي، مشيت المزين. وش يا بنت الحلال قولي لا اله الا الله، ذي حصاني ذي اخذت به مشاركه واخذت الاول. مشيت المزايين تصورتها، خليت الناس. المزايين ما فيها احصنه، ما فيها الا يعني نياقو. مشيت الماراثون. ماراثون ذي اوادم يتسابقوا، ما هو حق الحيوانات. جابت انت معك معلومات مغلطه في راسك. مشيت للفوتوشوب. تخسرين تعقبين. مشيت مهرجان مكه. ميجا نسخه نسائيه. مشيت مهرجان مكة للإبل، فشلتني وتصورت مع الحصان، تبط فشلتني. اوه انت تتابعني في السناب؟ لا والله اللي عندك جوكت ابو لي وصخير دبابات. سناباتك ماشي المغسلة، اجيب الثوب ركب السيارة. يا لا لا 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 انا على عالا. انت الغشاك منو قال لك تغني يا اخي؟ ما ممكن يا اخي في البث تغني. يقولون والله يقولون صوتي حلو عليك الله وربك عبون كل. طيب شو اسوي صداقون انا؟ يلا غني لنا. طيب غني اغنية سودانية.
دام اليوم اللي ما اعرف اغني سوري باقي ما تثقفت فيها. امس وريني صوره للوك الباكستاني ما شفت، قال امس كنت لابس باكستاني. ايش عندك اليومين اللي قاعد تسوي لوكات غيرت مننا؟ انا قاعد اتمقص اتمقص شخصيات يعني. طيب يا جماعه كبسوا سعيد انت سنابك تبطل. السلام عليكم يا نفراتو. اقسم بالله ولده يبغى شغل يبغى بدها يبغى مويا كله موجود. بالله مكان ولدهم؟ اقسم بالله كانك ابو بكس من جد. استحي عليك وش قصدك يعني؟ يعني ابو بكس يعني حتى ايوه انا لا مني تمقصت شخصيه انا خلاص اعرف لها اصير والله. لا والله زبط حتى اليوم ترى السوداني ما شاء الله عليك. طيب الله لاحظي اني انا فزت الحكم الاول. اها تلعبين خطوه عسيري. الحكم الثاني. الحكم الثاني عايد العبها ورا الكرسي. كيف صح كيف نعرف؟ لا ما ينفع كذا طنطق طنطق طنطق. لا ما طقاق طق قلب العدو كذا حقتكم. يقول الله يطعني واقول الله يسبق بي. عمل لعب شهري. طيب اسمعي الحكم الاول عمل كذا لعب شهري. ها الحكم الاول يا كرمن. اها نبغى نشوف عمار. عمار والله لو تأتي وتجيب لي 4 ذئاب إما أطلع إلا معي أنا. طيب جيبي نبنت. لو سمحت يا سعيد والله. خلاص الحكم الثاني. خلاص اسمعي يا زولة الحكم الثاني. هيا زول. الحكم الثاني أبغاك تقولين 15 مرة بدون ما تغلطين وعينك مغمضة. تقولي مناشف شراشف مفارش. لو غلطتي مرة واحدة أخذ حصان. الحكم الثالث داقد مرة دنيا صعب. الحكم الثالث يا طويلة العمر والسلامة خلطة من 3 أشياء تحطينها تحت لسانك جولة كاملة. الخلطة براحتي؟ لا أنا اختارها طبعا. وما نخليها براحتي. 2 من عندي والثالث من عندي. طيب إيش حقاتك؟ فلفل أسود ومعجون أسنان. الثالث انت اختار. مناشف شراشف مناشف مناشف. لا 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 غمضي عينك غمضي عينك. اها اشتغل قاعد اتكلم بالرجال. الثنتين اقول ايوه يلا لا لا تقربني الكومنت غمضي عينك. اخاف يحصل شيء من وراي. لا لا ما عيني يحصل ولا حبه. وش بيحصل؟ مناشف شراشف كيف كده يقول مره ثانيه. مناشف شراشف مفارش. 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 مناشف شراشف مناشف. غلطت 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 حصانة. أنت قلتي آخر شيء. آخر شيء قلتي مناشف شراشف مناشف. ألقمي. أقول 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 كلها صح. نحن قلنا مناشف شراشف مفارش ما هو مناشف الأخيرة. هاي القمي يلا شيل ودي حوش حصانة. سعيد والله قلتها صح. أنت قلتي مناشف شراشف مناشف والصح مناشف شراشف مفارش. هاي القمي مش كلها بتنشفوا بها ولا كلها قماش ولا في الأخير يعني ما عليهم. أنا ما عليهمك. أنا أخذت حصانة وخلاص قدها. سمعنا صوت نغمة سناد. ردي قدها يا سعيد. خلاص ما يلا هاي ما بندقق المره هذه خلاص سماحات. انت كفو. انت عربي وانا ود بلد سنوين سنه يا ولد يا ولد اه يا ولد اه يا ولد اه يا ولد. نشوفك على خير يا سعيد والله ما قصرت. مع السلامه. اللهم اطيب هذا الانسان.